نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة لقاء جهويا حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن فعلية الحق في الصحة، تحديات الرهانات ومداخل التعزيز. خطوط العريضة ديالو تيتطرق للاتجاهات اللي تتمكن تفعيل وفعلية الحق في الصحة. إذن المدامين ديالو فيها اتجاهات متعددة حول واحد 6 ديال الاتجاهات أساسية. وتميز هذا اللقاء الذي يندرج في إطار استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المبنية على فعلية الحقوق بتوقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بجهة الرباط سلا القنيطرة بهدف إعمال الحق في الصحة. هذه الاتفاقية تأتي لإظهار تضامننا ومشاركتنا في فعلية الحق في الصحة، وأيضا من أجل تدعيم الحق في الصحة وتخصيص الأطباء بأهمية هذا الحق الذي تشبعوا به في مسارهم الدراسي، كما أننا سنفعل كل ما في وسعنا من أجل فعلية الحق في الصحة. ويهدف اللقاء إلى تنزيل مخرجات التقرير الموضوعاتي على المستوى الجهوي وتوسيع النقاش حول الحق في الصحة باعتباره أحد المواضيع التي تشتغل عليها اللجنة الجهوية في إطار تبنيها للمقاربة التشاركية المندمجة والمتعددة القطاعات.